كل شيء رح يصير منيح. ايه وبعدين لك قاعد عم تتفق معي ضد بنتي؟ انت شو بدك تجننيني؟ كل شوي برأي وشخصية؟ لك هلأ مو كنتي قبل شوي معي وعم تقولي ما بحسن بعيد عنك؟ عم تتسلي معي؟ أنا أتسلى؟ لك لي هذا الحكي؟ لك أنا لو بدي أتسلى كنت تسليت من زمان ومع غيرك. خلص ما في غير هذا الحل. أنت بتضل معه بس مو مع ابنك وأنا إحنا لازم نبعد عن بعض بأي شكل. أنا خلص لازم أتزوج أيام لازم. تزوجي إياه؟ كنتي ما عندك مشكلة بشي؟ قبل شوي كنتي مع الرجال وهلأ بدك تنزلي عند واحد تاني وتتزوجي؟ كنتي ما بتستحي؟ ماما أنا قلت لك تقنعيه مو تضربي كيف؟ أنا ما كان قصدي. معلش أحلام غانم، معلش أحلام غانم، أنت بتموني ولا يهمك. ماما ليش لا تضربي؟ بعدين بقلك. من حياتي طلعت من عقلي ومن قلبي، خلص افهمي هالقصة. قيس حتى لو اتطلقت وما فينا نتزوج، ما فينا، حرام. لك ليش حرام؟ ليش؟ حاجة تكسبي على حالك، حاجة تكسبي. قيس مشان الله، خلص مشان الله. الله 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 الله، يا عيني شو هاد شو هاد شو يا احلام، انت والدكتور قيس خطيب بنتك؟ ليش انت شو شفت حتى جاي تتبلل؟ لا يا دكتور يا محترم لا تكبر بالكلام. ثانيا شوف بعينك وش المدام احلام ما بيتفسر وهذا اكبر دليل. ايها بترجاك ما احلام خانم اوعك تترجيه، هذا واحد ندل عارف انك انت ما رح تتجوزي جاي تبلانا. روح حبيبي روح كي اللي بدك اياه، روح اعمل اللي بدك اياه. يعني هلا انا عم اخترع ما شايف؟ عم تخترع وروح كي اللي بدك اياه، ما حدا رح يصدقك. يلا روح. طيب اوكي انا رح اشوفه للسيد كريم وهو ما رح يطلب اثبات، هو رح يسمع ويصدق وخلص. هاي هي القصه. تعال برا ولا تعال برا. ايدك تعال برا. ولي على قلبي. مرحبا استاذ. سهلين يا مرحبا. بنصحك لا تفوتي مشان ما تخربي الجو. يلا باي باي.